تغذية الطفل الخديج من الأمور الأساسية التي تساعد على النمو السليم للطفل الخديج. فعلى الأم التي تكون لديها طفل خديج متابعة أخصائية التغذية بشكل دوري لتجنب مضاعفات سوء التغذية التي تصاحب كثير من الأمراض. عزيزتي الأم، الرجاء التقيد بجدول التطعيمات من أجل صحة طفلك. Dear parents, your preterm babies is a gift from Allah, so please take care about them. أعزائي الأب والأم، ننصحكم باستخدام طريقة رعاية الكنغر وهو تلامس الجلد المباشر بين الطفل والأب والأم لما له أهمية في التطور والنمو.